يقول في بلادنا أحزاب إسلامية، ما حكم الانتماء إليها وما حكم الانتخابات الموجودة بين هذه الأحزاب؟ الإسلام ليس فيه أحزاب، الإسلام حزب واحد، حزب الله حزب واحد على الكتاب والسنة، ما في الإسلام أحزاب وتقسمات وانقسامات، هذا ليس من الإسلام. الإسلام يحث على الاجتماع، على اجتماع الكلمة، وعلى التعاون، وعلى المحبة بين المسلمين، والتآلف بين المسلمين، هذا الذي يحث عليه الإسلام. أما الأحزاب فإنها تفرق المسلمين وتورث الحزازات والانقسامات والبغضاء بينهم، فلا يجوز. المسلمون حزب واحد، حزب الله جل وعلا.